مشاهدينا الكرام، تحية خاصة لحضراتكم من ملعب الكراز. أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق. اليوم عندنا مباراة مثيرة في الصراع على البقاء في الدرجة، خاصة مع قرب انتهاء الموسم. نتطلع حقيقة لمشاهدة هذه المواجهة. الفريق وضع نفسه في موقف صعب في هذا الموسم، أصبح ينافس على الهبوط، لكن اليوم عنده فرصة لضمان البقاء قبل نهاية هذا اللقاء وقبل نهاية هذا الموسم إذا نجح في تحقيق الفوز. سنشاهد ماذا سيفعل في هذه المباراة. ستيفنسون، تتحول الكرة إلى رمية تماس. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. كرة ثابتة في وقت مبكر جدا من المباراة. بينفذها بشكل قصير. قد تكون هذه الفرصة. دي يونغ بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. بتروح الكرة للخصم. ضاعت الكرة. بينية فيها خطورة. لم تشكل أي خطورة. فرصة للعرضية. تسديدة على الطاير. كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. عند الكرة في مكان خطير. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. دي يونغ يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. الكرة في المرمى. العودة أصبحت صعبة الآن. البقاء الآن مهدد. اليوم الفرصة ضاعت في هذا اللقاء. هم بحاجة لهدفين، لكن هل سيهبط الفريق أم يتفادى ذلك؟ انطلاقة وبداية فرصة. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. ضاعت الكرة. ضربة ركنية قد تفتح الطريق لتسجيل هدف في التأكيد. تنفذ قصيرة. الكرة بتروح للفريق الخصم. قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. يقطع الكرة في مكان خطير. كرة القدم ليست مجرد منافسة ولعب من أجل الفوز وتحقيق البطولات، بل تتميز بلمساتها الإنسانية الرائعة. نتذكر وتتذكرون في نيجيريا في 67 عندما ذهبت
بيليه للاعب لمباراة ودية أثناء الحرب الأهلية هناك، وكيف توقفت الحرب لمدة 48 ساعة. الكثير من الشواهد، الكثير من الحالات الإنسانية التي تؤكد بأن كرة القدم أكثر بكثير من مجرد لعبة. قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. حاولت فتح اللعب على الجانب الآخر. احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء. دي يونغ، كرة تمرر بكل سهولة. يا مجنون، كيف تمر، كيف تعدي. الله على اللقطة. على الرغم من تقدم الفريق في النتيجة، الضغط متواصل، البحث مستمر، الآن حصول على ضربة ركنية. كرة حرضية لكن مدافع تدخل. ركنية بتلعب قصيرة. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيدها الآن. كرة بتضيع، حكم الراية يرفع رايته، يعلن عن وجود تسلل. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول 1-0. شوط أول ضعيف خصوصا في الناحية الدفاعية. ظهرت ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة. تدخل ممتاز، بيخلص الخطورة من منطقته. إبراهيموفيتش قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. مقطوعه، تحرك جيد في الثلث الهجومي. هدوء وبناء غير متسرع للكرات بالرغم من التأخر في النتيجة. دي يونغ يخسرون الاستحواذ. إبراهيموفيتش عنده الإمكانية هنا، محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. كرة تخرج إلى ركنية. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. ممكن التعادل. أوهو، هدف التعادل. الآن يحتاجون لهدف آخر لضمان البقاء. الآن تشتعل المباراة، هدف مهم جدا من أجل بث الروح في صفوف الفريق.
هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. يحاول أن يشكل خطورة، كرة عرضية في المنطقة يبعدها من مناطق الخطر. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. أضاعوا الكرة. تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها إنذار. كرها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. الملعب رمية جانبية. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. يا سلام على التمريرة. هدف البقاء، هدف تجنب الهبوط، هدف الهروب من الشبح المخيف، هدف يشعل المدرجات، لابد أن يحافظوا عليه حتى النهاية. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل. كرة للتسديد الآن، إبعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات، شوف النقلات. إبراهيموفيتش، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. الفريق لعب كرة أمامية في فرصة أخيرة للتعادل. بالوضع الحالي يضمن الفريق البقاء في الدرجة لموسم آخر. من المهم بأن يحافظ على النتيجة في الدقائق المتبقية. موسم كان صعب على الفريق، لكن من المهم الآن التركيز في الدقائق المقبلة من أجل ضمان البقاء وتفادي الهبوط وإزاحة الهموم بالتأكيد. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. قرار الحكم يعطي الأفضلية لمحاولة الاستفادة من الكرة. ست دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. يلعب الكرة في هدف يؤكد البقاء، يضمن تفادي الهبوط. مباراة كبيرة، أثبتوا بأنهم يستحقون الاستمرار. أي ضغوطات كانت، لكنهم تعاملوا معها بالشكل المطلوب. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. تدخل قوي كان ممكن يفقد توازن فيه، لكنه لا يفرط بكرته ولا يخسرها بسهولة أبداً.